فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى الطحاوية قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أراد أن يبين لك بأن الله جل في علاه المعنى أنها صفات تليق بجلاله وكماله وجماله رضي الله عنكم، لا كصفات الخلق ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وصفات الله جل في علاه تنقسم إلى ثلاثة: صفات ثبوتية، وصفات منفية، وصفات ثبوتية منفية. الصفات الثبوتية هي صفات ذاتية، وصفات ذاتية فعلية، وصفات ذاتية خبرية. فالصفات الذاتية كالعلم والسمع والبصر والقدرة، والصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة كالكلام والضحك والمجيء والإتيان رضي الله عنكم، والمجيء والإتيان، هذه الصفات الفعلية. والفرح، يفرح الله بتوبة العبد، والعجب، كل هذه من الصفات الفعلية التي تتعلق بالأسباب. والمعنى أن الله جل وعلا يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر رضي الله عنك. أيتها الباقيات الصالحات، أيتها السامية الراقية رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا. والصفات الذاتية والصفات الخبرية مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كاليد، كالأصابع، كالأنامل، كالرجل، كالساق، كل ذلك يتصف به الله جل في علاه. لكن الوصف على ما يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحمد لله رضي الله عنكم. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثاني الصفات، هذه الصفات الثبوتية، ذاتية خبرية فعلية. والصفات المنفية هي الصفات التي نفأها الله عن نفسه ونفأها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كاللغوب، كالتعب، كالإعياء، كالسنة، كالنوم، هي صفات نقص. لذلك الله جل في علاه ينزه عنها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيتها المجنونة رضي الله عنكم جميعا. قال الله جل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من وما مسنا من لغوب من تعب أو إعياء. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. ما أدري ما الذي حدث معي. يرفع القسط ويخفضه. رضي الله عنك يا مصطفى، أحسن الله إليك. الحمد لله، حفظكم ربي جميعا. يرفع القسط ويخفضه،
وقال الله احفظك واحفظه يا رب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الفعل ينزل ربنا إلى ثلث الليل الآخر. يبقى إذن عندنا الصفات، صفات الثبوتية وصفات السلبية. آداب الصفات الثبوتية أن تثبتها بالتفصيل، آداب الصفات الفعلية الصفات المنفية تثبتها تنفيها بالإجمال. وهناك صفات المقابلة هي من وجه توصف يوصف الله بها، ومن وجه ننفيها عن الله جل في علام. عليكم السلام وبركاته. كالكيد كالمكر، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. نعم. تحت أمرك أستاذ محمود، نراك على خير. لما لا إذن الخروج يا بلقيس؟ ما في خروج. هريرة جزاك الله خيرا. والإيمان بأسماء الله تعالى أن تثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، وأن تتعبد بها وأن تنظر إلى آثارها، بل وتسعى سعيا حثيثا إلى أسبابها. ولذلك فإن الصحابة الكرام عندما سمعوا بصفات الرب الرحمن كوني على ما أنت عليه، كانوا على سعي حثيث لتحقيقها. لما قال النبي لأبي رزين يضحك ربنا، قال أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. ثم قال له ما الذي يضحك الرب؟ حتى خلع اللأمة ودخل يقاتل في سبيل الله. وأيضا لما علموا بأن الله ينزل والسماء الدنيا، فرغوا وقتهم في هذا الثلث الأخير. بوركتي هذا من فضل منك. كان ينزل فيفرغون أنفسهم في هذا الثلث الأخير لدعاء الله رب الجليل سبحانه جل في علاه. وسمع جابر من النبي قال إن الله كلم أباك كفاحا، لم يعارض بل آمن وعلم أن الله يتكلم، بل يتكلم بصوت وبحرف. وهكذا كان اعتقاد السلف الصالح، يؤمنون بصفات الله جل وعلا يثبتونها على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله، تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت بغير تكييف ولا بغير تمثيل ولا تشبيه، ونثبت كيفية مجهولة بالنسبة لنا، فنقول لا كيف معلوم بالنسبة لنا. العجيب أن أهل البدع والضلالات إما يحرفون إما يعطلون إما يغالون في الإثبات فيشبهون. هكذا أنواع طلبة أنواع أهل البدع والضلالات، يختلفون في الطريقة لكن المعنى واحد يجمعهم. اجتمع إسحاق بن راهويه إن شاء الله، اجتمع إسحاق بن راهويه مع بعض أهل البدع في مجلس عبد الله بن طاهر الأمير، فسأله عن أدلة النزول فسردها له إسحاق. قال الله ينزل. قال إسحاق نعم. قال أنا أكفر أهل البدع يقولون، قال أنا أكفر برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال إسحاق وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. رضاك البقيات أحسن الله عليك. قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال إسحاق فأعجب عبد الله بن طاهر بما قلته وأنكر قوله. قال إن الله يفعل ما يشاء، إن الله سبحانه يفعل ما يشاء، ينزل إلى السماء الدنيا بكيفية يعلمها، ينزل ولا يخلو منه العرش، لأننا نؤمن بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ونؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فهو ينزل. نعم، فهو ينزل وهو أيضا على العرش سبحانه جل في علاه.
وقلت الأصل بذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول إسحاق بن راهويه سألني عبد الله بن طاهر الله ينزل؟ قلت نعم. قال كيف ينزل؟ قال لا يسأل عن الرب كيف ينزل، ينزل بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، وإلا ما من صفة قط إلا ولها كيف. نعم. وسئل عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، هل الله ينزل؟ ينزل؟ قال نعم. قيل كيف ينزل؟ قال ينزل كيفما شاء، فهو يفعل ما يشاء، والله يتكلم بصوت وبحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الكافرين، وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وبحرف. وفي الحديث الصحيح إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم ينادي فيهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والضحك، فإن الله يضحك، وأيضا إن الله يعجب، عجب ربكم من قنوت عباده وقرب غيره. ويغضب ويرضى سبحانه جل في علاه كما قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال عن الكفر الفجر من اليهود وباءوا بغضب من الله. وقال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نزل المفترين. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك أنت لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سخطك يعني غضبك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال لما قضى الله الخلق كتب كتابه أو كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. ابن مسعود أيضا قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وعن ابن عمر أن زيد بن عمرو النفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسألوا عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله، شوف، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأن أستطيعه. فهي صفة ثابتة لله جل في علاه، يغضب على الكافرين، يغضب على المشركين، يغضب على الفاسقين. وأيضا يرضى، الرضا صفة من صفات الله جل في علاه. ونحن نحن أنفسنا بعد الإثبات من كلام أهل البدع والضلالات سنقول إجمالا، فهو يرضى. قال الله جل في علاه عن المؤمنين وأهل الجنان قال وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك أدب جم، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
وفي قول لا لا كأحد من الوراء، يعني غضب الله ليس كغضب المخلوق بغليان الدم وحقد القلب والنفس. رد الله عليك حسني أستاذ حسني. فصفات الله تليق بجلاله وعظمته، وصفات العبد تليق بعجزه ونقصه. وكل صفات الفعل لابد أن تعلم أنها قديمة النوع، حادثة الأفراد الآحاد، وأن صفات الله جل في علاه صفات تليق بجلاله وكماله وعظمته، وأن الله يتصف بها، وأن حلاوة الإيمان أن يتدبر المرء معناها فيتعبد بها ثم يدعو ويتوسل بهذه الصفة، يكون من أرفع الناس ومن أكرم الناس على الله ومن أعظم الناس حرصا في ذلك. إذا ختم الشيخ بقوله على الصفات والغضب لا كالورى، يعني لا تشبه صفاته صفات المخلوقين، هكذا الاعتقاد في رب العالمين، له صفات تليق بجلاله وكماله وعظمته، له صفات خاصة به سبحانه تليق بعظمته ولا يشارك فيها أحد، ومن قال بذلك كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ثم انتقل المصنف إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسرح الرد على الروافض أخبث خلق الله. نعم، الإبانة، أريد أن أعلم رقم الحديث الذي وقفنا عنده في الإبانة، ولو في أسئلة تفضلوا، معكم دقيقتان. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.